تشرحي لنا برضو حته الميكاترونكس دي معناها ايه وبتعمل ايه؟ هو القسم بالنسبه لنا في مصر هو قسم يعني يكاد يكون جديد نسبيا بالنسبه لباقي الاقسام، طبعا اقسام ميكانيكا وكهرباء ومدني القديمه. فقسم الميكاترونكس بيهتم بيعمل زي تجميع ما بين الميكانيكا والكهرباء والكمبيوتر، بحيث ان انا اطلع ابقى متخرج عندي. عشان كده هي الكترونكس و ميكاترونكس مظبوط. فتبقى ميكاترونكس، وفي برضو في جزء اتصالات فيها، وانا بحبه عشان هو قسم مجمع الباقي عشان نخدم على المجالات الجديده اللي بتطلع في التكنولوجيا كلها وكده، فعشان كده هو جميل جدا بالنسبه لي. طيب ده بالنسبه بقى للدراسه، ولكن احنا عايزين نتعرف عليك اكتر. يعني انت عندك كام سنه مبدئيا؟ انا عندي 20 سنه. 20 سنه. اصغر حد في الدفعه. طيب عايزين نعرف بقى اولا المشروع او الفكره اللي انت فكرت فيها كانت فكره ايه، جت ازاي وبدات، لا كان في افكار تانية وانت جيت على الفكره دي تحديدا، ولا هي الفكره دي اللي انت فكرت فيها على طول؟ هو الموضوع بدا معانا ان احنا كنا بنحاول نعمل مشروع للجامعه، عشان عندنا كل سمستر في الجامعه بنعمل حوالي 3 أو 5 مشاريع يعني في الرينج ده، فلقينا ان احنا بنعمل مشروع انتجريشن. اوكي. فكملنا في السيستم، اخترنا الصوب عشان عبد الله خالد معايا في التيم كان هو يعني عنده باك جراوند عن الموضوع ده اكتر مني، فابتدينا بقى ايه نشتغل سوا لحد ما خلصنا اول بيبر لينا. طبعا ده كانت مشروع اللي هو للكورس بتاع الجامعه. يعني هو بيبقى زي مشاريع التخرج والحاجات دي، بتبقى حاجات مشاريع صغيره كده. مظبوط. وبعدين بقى كبرنا فيها شويه في الجامعه، دخلنا اليو جي ار اف، ده حدث كل ترم بيحصل كده، ايفنت بيبقى علشان المشاريع بتتجمع وتبقى متنافسه نشوف احسن مشروع في الجامعه ايه هو والكلام ده كله. ف كسبنا مركز اول مرتين ورا بعض. تمام. وبعد كده بقى كملنا يعني كبرنا اكتر لحد ما ندخل المسابقات اللي احنا فيها دلوقتي. طب وكانت علاقتكم ازاي ابتدت ب اف دي سي او اف دي سي ستورز؟ يعني اتعرفتوا عليهم ازاي او هم كانوا بيقدموا لكم الدعم فجت ازاي يعني؟ هي جت اللي اتعرفنا عليها من لينكد ان. لينكدين. جالي اللينك، هي بقدم برضو من التيم، شوف ممكن نعمل ايه، احنا مناسبين معاهم. فقريت الكرايتيريا، عرفت ان هم عاملين الايفنت، فقلت خلاص لازم نقدم، هي فرصه بصراحه ما كانتش تتعوض يعني. وقدمنا، وبعدين هم بقى بداوا يتكلمونا يقدمونا الدعم ان احنا في خلال تدريب يوم ونص عشان نظبط البرزنتيشن بتاعتنا ونظبط الالقاء للبروجكت يبقى عامل ازاي. وخدنا اول يوم كان هو كله تجهيزات لكده، وبعدين بقى السيشنز اللي هم ادوها لنا يعني عشان الانتربرينورشيب وازاي تحول فكرتك دي من مجرد فكره يعني مشروع يعني زي للجامعه، وبعدين نحولها ازاي فكره بقى تبقى شركه ناشئه ونحنا ممكن نستفيد منها ونجيب منها في يعني تبقى مشروع يجيب فلوس يعمل دخل لينا. في خلال وجودك في اف دي سي ستارز شفت يمكن شركات ثانيه وشفت شركات ناشئه وشفت مش مجرد افكار لكن في حاجات اتنفذت، هل ده كان حافز ليك ان انت فعلا تشوف ناس ثانيه مشاريعها اتحققت فعلا؟ طبعا ده كان يعني انا كنت مبهور بيهم وكنت قاعد كده، يا جماعه انتوا ازاي وصلتوا؟ انتوا ازاي عملتوا شركات كده انتوا؟ وطبعا يعني سواء كان ناس بتنافس ضدي سواء في التراك بتاع الايدياز او تراك اصلا اللي هو اللي كان التاني بتاع الستارت ابس، فلا انا كنت لازم ابقى زيهم، لازم كمان احفز التيم بتاعي، يا جماعه بصوا بيقولوا كذا، خلي بالك خدوا نوتس، خدوا مش يعني اكتبوا اعرفوا. فكان الموضوع ده يعني مهم جدا لينا. انت شايف فكرتك دي يعني ايه مميزاتها، او اكتر حاجه ممكن تقول لي، او حاجه او اتنين او ثلاثه تقدر انت شايف دول اكتر مميزات في الفكره اللي انت مميزات يعني تكنيكال ولا حضرتك قصدك؟ لا يعني قصدي ازاي تقدر تفيد البلد، يعني انت تقدر تفيد البلد وتفيد الناس. هو اول ميزه ان احنا مصريين كلنا اللي عاملين الفريق طبعا. فدي احنا فاهمين المشتري، احنا فاهمين مين اللي ممكن الناس اللي تشتري مننا وفاهمين السوق لحد ما. فالموضوع مش هيبقى غريب بالنسبه لينا او كده، فالموضوع هيبقى يعني لحد ما احنا فاهمين احنا بنعمل ايه يعني. بس تقدر تنصح ايه للشباب التانية اللي في سنك، اللي هو حد بيكون لسه عنده فكرة ومتردد مش عارف يطلع بالفكرة دي ولا لا ويعمل ايه؟ انا كنت كده في الاول، كنت متردد كتير جدا وما زلت حتى في حاجات كتير متردد فيها، بس النصيحة ذاكر وبطل تردد. تمام. لان ناس كتير بتبقى مترددة فعلا خايفة تاخد الخطوة. لا لازم يذاكروا الاول هم رايحين فين كويس جدا، وبعدين يروحوا بقى يعني خلاص انا عرفت انا هعمل ايه فيلا بينا.